السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أنباء عن حريق هائل في مدينة الإسماعيلية وتحديدا في مديرية أمن الإسماعيلية. ربنا يلطف بالمصابين ويتمنى ما يكونش في اي مصابين يعني، لكن الصور اللي منتشره على الفيسبوك كان في احد المواطنين في الاسماعيليه عامل بث مباشر للحريق. الموضوع كبير يعني صعب يعني، ربنا يلطف باهلنا في الاسماعيليه تاني من جديد ويعدي الحريق ده على خير باذن رب العالمين يعني. بالنسبة للنادي الأهلي والراعي الجديد هي شركة كوكاكولا، زي ما قلت حضراتكم شركة مياه غازية. شركة كوكاكولا هتكون راعي للنادي الأهلي فقط على تيشيرت التدريبات، كمان هيكون موجودة في الإعلانات في مباريات النادي الأهلي، يعني تاني مش هيكون موجود اسم الشركة الراعية على تيشيرت النادي الأهلي الخاص بالمباريات، هيكون فقط في تيشيرت التدريبات وهيكون في بانر اعلانات في مباريات النادي الاهلي. بالنسبه ايضا لبيرستا ولاعب النادي الاهلي، الاهلي توصل لحل مع الشركه المنظمه لبطوله دوري السوبر الافريقي على نقل لاعب النادي الاهلي ومنتخب جنوب افريقيا بيرستا، الازمه اتحلت والشركه وفرت طياره تنقل بيرستا بشكل مباشر من كوتيفوار الى تنزانيا لمحاوله اللحاق بمباراه النادي الاهلي وسيمبا التنزاني. باذن رب العالمين كل الامور تمشي او تسير على ما يرام. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، وتاني دعواتكم ربنا يلطف باهلنا في الاسماعيليه ومديريه الامن، ولسه ما نعرفش تفاصيل عن اسباب هذا الحادث، هل هو ماس كهربائي حاجه بشكل تلقائي ولا هي مفتعله، ولا لسه ما فيش اي اخبار فيما يخص هذا الامر. في النهايه شكرا على حسن متابعه حضراتكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.